دابا غادي نفصلو السروال ديالنا. هذا عندي متر متر ديال التوب على متر ونص. غادي ناخد هذاك المتر هو هذا متر، غادي نطويه يعني غادي نفصل على العرض، كنطويه بهذا الشكل وكنعاود نطويه على أربعة. كنعاود نطويه على أربعة بهذا الشكل هذا. إذا طويت التوب على أربعة كما كتشوفو، هاد الجهة عندي مسدودة وهاد الجهة مفتوحة، والتوب راه عندي على أربعة، التوب راه عندي على أربعة. إذا تبعو معايا مزيان أشنو غادي ندير، لأن هاد الحاشية خلاص راه محسوباش. إذا غادي نخلي هنايا العبار ديال اللاستيك، إن شاء الله غادي أنا اللاستيك اللي غادي ندير فيه العبار في العبار ديالو فيه 3 سنتيم، إذا غادي نخلي 6 سنتيم ديال اللاستيك. هادي ما محسوباش. ومن بعد كنحط هنايا الدوران ديال الحزام، كنزيد عليه 5 سنتيم. اذا انا غادي نحط هنايا، غادي نحط عفوا ناخذ الدوران ديال اكبر منطقه يعني في السروال. بالنسبه للسروال هو الحوض، عندي 72 سنتيمتر مقسومه على 4 كنضيف ليها 5 سنتيم، عطاتني 23 سنتيم. اذا غادي ندير 23 سنتيم بحال هكا. اذا هاد الجهه راه مسدوده، هادي غادي نخليها بحال هكا. اذا كنحدد الطول ديال الجابادور، فانا عندي 76 سنتيم، كنضيف غير سنتيمترين ديال الخياطه لانني غندير السفيفه في التحت. والطول بطبيعه الحال راه كتقيسو على الطفل ديالكم، ولا بغيتو الجابادور يجي السروال القندريسي يجي شي شويه قصير راه تنقصو من الطول. شوفوا معايا مزيان شنو غادي ندير. غادي نحدد الدوره ديال الرجل يعني شحال بغيت انايا في الدوره. غادي ندير ليه 15 في يعني عندي في العرض اللي بغيت في الدوره ديال الرجل 30، غنقسمها على 2 هي 15، غنضيف 1.5 ديال الخياطه، غادي ندير 16.5. هاك هاد السروال هذا غادي نزيدو له الخرطه، يعني غادي يكون قندريسي غادي نزيدو له الخرطه. اذا شنو غادي ندير، غادي نحدد الطول ديالي، غادي نقسمه على 3 طول ديالي. مثلا انا عندي الطول ديالي 78 يعني زدت هذيك السنتيمترين كندخلها في الحساب، كنقسمها على 3 كتعطيني 26 سنتيم. كنحط هذيك 26 سنتيمتر من هنا، من هاد النقطة كنطلع 26 سنتيمتر. إذا عطاتني هاد المسافة هادي، وغادي نجي من هاد النقطة هادي غادي نصيب حتى لهاد النقطة، يعني غادي ننزل بخط مستقيم، يعني العبار اللي عندي هنا هو اللي عندي غيكون عندي هنا 23. غنزل بخط مستقيم بحال هكا. وشوفوا دابا شنو غادي ندير، من هاد النقطة هادي غادي نلاقي حتى لهاد النقطة بالمسطرة. نقرب ليكم باش صافي. اذا عندي بحال هاد الشكل السروال ديالي صافي. دابا غادي نقطع دابا بهاد الشكل هذا. دابا ندوزو باش نصايبو الخرطة. لان داك التوب لي شاطلي في التحت هي الخرطه ما خاصهاش تكون فيه خياطه لتحت، ولكن الضروره يعني ما عندنا ما نديرو الا كانت فيها ماشي مشكل.
غادي نطوي الثوب بهذا الشكل هذا باش يجيني طويل بحال هكا. وهنايا غادي نلصق هاد البلاصه ديال الخرطه غادي نلصقها. هنا راه غتكون عندي خياطه في التحت، هنا غتكون عندي خياطه. نشوف دابا واش عندي دابا، هو هذاك واش غتزيني دابا مزيان، راه غتكفيني. هنا انا عندي، هنا عندي غادي نخليها هكا هكا، يعني جاتني 25 سنتيم نيشان عبار، من غادي نخليها هكا كما هي. وهنا الطول كما قلت لكم غادي نحددو الطول، الطول غادي نحددوه من هنايا حتى لهنا، يعني الطول كامل، هاد الطول كامل اللي عندي هو اللي غادي نحسب، هنا اللي غادي نحددها. فيما جاني غادي نعلم على، يعني جاني هنا طول جاني هنايا. هنا العرض ديال هنا غادي ندير فيه، حيت غادي ندير بلي، انا غادي ندير بلي كرو. والسروال راه من الفوق راه عندي عراض، يعني انا زايده له، يعني بلا ما تعرضوا هنا الخرطه بزاف، ما تعرضوهاش بزاف. غادي ندير، غادي ندير 14 سنتيمتر، ندير 14 سنتيمتر وغادي نلاقي هاد النقطه مع هاد النقطه. وهذه هي الخرطه ديالي صافي، غادي نقطع على بركه الله. يعني هنايا غادي تكون عندي خياطه، تكون عندي خياطه، خصني نزيد سنتيم ديال الخياطه سيتو صافي. راه عندي سنتيم ديال الخياطه راه في الزيوت زين، هذا هو هذاك. غادي نتاكد، غادي نتاكد باش ملي نخيط ما يجينيش شي تفاوت ولا شي حاجه. نبقى عندي هنا خصني نزيد سنتيم صافي، غادي نقطع الخرطه ديالي، غادي نقطعها. هي كيبان لكم كبير ولكن غادي يتجمع، غادي يولي غير صغير حيت فيه لاستيك كيتجمع كيولي. هي الخريطه هاهي، شفتوا هي الخريطه. هنا راه غادي يكون فيه لاستيك، هنا راه غادي تكون فيه بلي، غتكون فيه بلي، غتكون هذيك البلي بحال هكا التخيط. هنا هنا غادي تحل، غادي تجي عطيه هذا المنظر هذا، شفتوا غادي دير بحال هكا ديك البليه. اذا هذا هو الجبه درت انا من بعد ما خيطته، راه طلع ما شاء الله فن ما شاء الله. هانتوما انا خيطته بالسفيفه والكابلي، سفيفة والكابلي، الكابلي فيه اللون ديال الثوب، وعقيدة صغار ديال الجاكار، فتيحة في الجنب بحال هكا. بالنسبة للسروال راه هو هذا، مازال ما درتوش، مازال ما درتلوش لاستيك، وديك البلي اللي كنت قلت لكم هي هذه لي كرو، هي هادي. خليت هنا بلاصه لاستيك، غير خيطت مازال ما دخلت لاستيك، وما بغيتش نخيط لاستيك معها مع السروال، باش من بعد الا بغيت نحيدو اولا نبدلو نقدر نبدلو بسهوله. شتو دوك البلي راه كتعطي واحد العرض للسروال، يعني كتزاد لكم في العرض، كتعطي منظر زوين ما شاء الله. ورجلين ها هما، حتى هما درت لهم السفيفة.
اذا كنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، والى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.